تكون هنا. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم دزت واحد المارغازون تاع الفخاز. ديجا انا شاريه بزاف تاع الفخاز ودرت كونجليتو وزعما علاش ما نبارطاجيش معكم كي كان كي غندير ليه. كما كتشوفوا معايا هنايا خديت 2 كيلو تاع الفخاز. انا ديجا راني خديت وقديت الفخاز. واش غندير انا ديجا قديت الفخاز، غير جبت هذا باش نوريكم كي كندير الحساب دوي في الكونجليتور. ان شاء الله كنوجدوا رمضان الى سهل مولانا. نحيدو داك الربع اللي فوق البنات، غادي نغسلو مزيان 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 وغادي نخليه يستقطر. رمضان كيبغي العسل بزاف. انا عندي الفخاز عزيزة ديال الفخاز صافي، باش كنديرو مع الليمون كنصرو مع الليمون ولا مع الفخوي كاملين، كيجي زوين الفخاز في العصير. انا ما عنديش معاه مع الماكله، كنديرو هكا عصير بزاف راه تيبقى مده في الثلاجه الا حتى درتولو الا حتى فتو في بين كوم يلفو زعما. هاد الفريز باقي شويه غالي، شريت كيلو 3 اورو 600 ريال، راه باقي بنيت كاين اللي مغلى منو. هذا راه ديال الاسبان، هاد الفريز هذا راه هو اللي شويه رخيص، اما ديال فرنسا راه غالي، داير 4 اورو 5 اورو. رمضان ان شاء الله على الابواب كيحتاج هذا الشيء. انا البنات ما كنكونجليش بزاف، انا غير بحال هكا الا كانت بحال هكا هذا الفريز هو اللي كنكونجلي الاغلبيه صافي. وما حتى لا كونجليت شي حاجه غندير فيديو غير خاص على لا ودكم نوريكم كي كندير، ماشي كي كندير داك الشيء تاع اللي كيكونجلي على حساب رمضان صافي. هذا ما كان تبارك الله كبير. هاد الفخاز هذاك ديال فرنسا صغير، نعاود نغسلو ثاني. صافي حبيباتي، غادي نخليه هنا يسقطر ونرجع معكم من بعد. البنات خديت واحد الصينيه اللي غادي ندخل الفران وندير بها ندير عليها هذا الفيلم اليمونتير باش ما تلصقليش باش ما يلصقليش الفخاز فيها. نجيب واحد المقص، المهم ما بقاش المقص ندير غير المقص. Thank you.
غادي ناخذ البنات الفريز هكا الحليب ما غادي نقسمو ما حتى شي حاجه، غادي نستفو هنايا، غادي نستفو عندي بزاف صافي بقاو لا تقلبتهم بحال هكا باش يبقاو غير بلا باش شفتوا البلايص اللي داك الشيء اللي بقى باش يدخل لكم شي هنا فوالا. غادي نجيب سريده غادي نعطيه مزيان سريده البنات انا ديجا موجوده واحد في الكونجيلاتور غنبدا نوريه لكم ودابا غنغطي البنات غنغطي باش ما ياخذش ريحه تاع الثلاجه غادي نغطيه وغندخلو الكونجيلاتور حتى يجمد يجمد ونجبدو نديرو فيه البنات حبيباتي غادي نديرو في الكونجيلاتور حتى يجمد ونرجع معاكم صافي حبيباتي هذا هذاك اللي درت ليه السكر انا ديجا كان عندي جبته نوري لكم راه نيت كان في الميكه جبته ندير نوري لكم كيبقى فيه لاصق السكر ملي كنبغي ندير العصير البنات ما تنزيدش السكر غير هو خاص يكون ناشف شويه ملي تبغيو ديرو في الكونجيلاتور خاص يستقطر مزيان صافي هذا البنات عندي هادو ثاني تهضر من كونجيلاتور هادو شي دوله طواجو هادو ما درت لهم لا سكر لا والو قسمتهم على جوج وخشيتهم في الميكات هكا اللي كيتسدو مزيان خرجت منهم الهواء كما كتشوفوا معايا بحال هكا صافي البنات هنا كما كتشوفوا معايا ساليت كونجلي داكشي اللي قبيله درتو صافي ابري صافي هنا غادي نسد الفيديو ديالي كما ديما صافي ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي ديروا لي دي جيم دي كومونتير الا بغيتو حتى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله كل نهار ان شاء الله ماشي كل نهار جوج خطرات ولا ثلاثه خطرات في السيمانه غنبدا نحضر داكشي تاع رمضان باش نوري لكم انا اصلا ما تنحضرش بزاف حيت كنبغي انا داكشي يكون طري كنبغي ندير يوميا دابا تشوفوا معايا في رمضان كي غنبقى ندير واخا خدامه كندخل كندخل الدار كنطيب ما كنعكش على الطياب في رمضان واخا كنجي عيانه مي معليش هنا كيكون سالا الفيديو ديالي البنات خليت لكم الراحه وبالسلامه عليكم.